شوف شو اشتريت لك. هي عنزة مثلك بالضبط، إلى لحية. وهذا حصان، انت كمان مثل الحصان تاكل مثله. هدول العاب بلاستيك. هدول العاب بلاستيك، فهمت. بس شو رح اعمل فيهم؟ روح فرجيهن لشرفاني اليوم. اذا شافتهن معك رح تحبك كثير. رح تفرجيها اياهن. ما؟ ماشي ماشي، روحي هلا رح فرجيها. العاب بلاستيك، والله اني جنت على الاخر. كتير طالعين حلوين، شكلك اشتغلت عليهم كتير، مو هيك؟ أكيد أخذوا معك وقت. إيه حوالي 4 أيام. بس شرفاني، تعرفي الشغل منيح بده وقت منيح كمان، صح؟ إيه معك حق. اسمع، فيك تعلمني سوية؟ أنا؟ لك شلون بدي أطلع من هالورطة هاي؟ تفضل خد، يلا ورجيني كيف منعملها. ليكي شرفاني، انت معلمة هون، يعني مو كتير حلو علمك قدام طلابك، يعني شو بدون يقولوا؟ بكل الأحوال هلأ ما عندي الأدوات لعلمك كمان. هاي الأغراض، يلا خد هاي وهي، كل شي بدك يا موجود، يلا خد. عنا الأدوات، الإبرة ناقصة. دقيقة بس، عندك إبرة؟ علمني. كتير بسيطة، هاي الإبرة وهي القماش، قصدي هاي القماش وهي الإبرة. لكن طوي القماش بالأول، شكله كتير صعب، ما هيك؟ مزبوط، مثل ما قلتلك كتير صعب. يوم واحد ما بيكفي، خلينا نروح نشرب قهوة مشان يكون عنا وقت لعلمك ياهن، شو رأيك؟ ايه شو قلتي؟ عموما عندك عطلة يوم الأحد، ما هيك؟ شو رأيك، موافقة؟ ايه. معناتها موعدنا يوم الأحد. موافقة. بس لا تتأخر علي كتير، ها؟ ايه اكيد. هي يلا باي. طلعت غبي قدامها وما عرفت احكي. لا لا انا اكيد غبي، بس انا مو غبي، بس هي امي علمتني خطة فاشلة وورطتني فيها. جانا، شو عم تعملي هون؟ أنا هون عم أدرس. أنت كيفك؟ أنا منيح. طيب كيفهم أهلك؟ الكل مناح؟ الحمد لله كلهم تمام. جانا، نحن مفتقدين لك بالبيت كتير. فاندو، عمي، أنا و أخي كمان. ما كان طلب الطوق مني ورجعه لو كان عن جد مشتاق لي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.